السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أمي الغالية. اليوم إن شاء الله راح نحضروا وجبة خفيفة سهلة وطبعا اقتصادية، والمقادير والكمية دائما على حسب أفراد العائلة. وأكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات وبارتاجيو مع ليزامي تاعكم للاستفادة. على بركة الله نبدأ في الوصفة نتاعنا. نحتاج حبة طماطم وبصلة وفلفل حار مقطعين بهذه الطريقة. هنا تقدروا تعوضوا الفلفل الحار، بالنسبة اللي ما يحبش الحار تقدروا تعوضوه بالفلفل الحلو، واللي يحبوا الحار أكيد بالحار تجي بزاف بنينة. راح نضيف زوج حبات بيض وشوية ملح وفلفل أسود، نخلط مليح ونخلي الخليط على جنب. وهنا كما راكم تشوفوا المقلاه راني حطيتها فوق نار قليله، وزدت لها 4 ملاعق كبار زيت. مباشره راح نحط البطاطا، ربيتها البطاطا خضراء ماشي طايبه. راح نزيد لها شويه ملح ونخليها دائما فوق نار قليله حتى تطيب وتتحمر من التحت مليح. وهنا بعد ما طابت البطاطا وتحمرت من التحت مليح، راح نقلبها هكذا. وبعد ما قلبتها مباشرة راح نضيف لها الفخوماج، ونضيف لها الخلطة اللي كنا حضرناها من قبل اللي تتكون من البيض والطماطم والفلفل الحار والبصلة. راح نزيد الفخوماج ونزيد البيض مغلي مقطع دوائر للتزيين. راح نغطيها ونخليها دائما فوق نار قليله حتى يطيبوا المكونات مليح. وهنا كما راكم تشوفوا راهي طابت، راح نحطوها في صحن تقديم. وفي الاخير الطبق تاعنا راهو واجد. حضرنا وجبه صيفيه خفيفه وفي نفس الوقت اقتصاديه تجي بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وايضا نتمنى تشاركونا بتطبيقاتكم في الصفحه تاعنا على الفيسبوك للتشجيع فقط. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، في امان الله.